يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال، وهو رجل لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال وهو رجل صالح متعفف، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ صديق؟ نعم. أي نعم، إذا كان فقيرا ولا يقدر يتزوج ساعده من الزكاة، لأن هذا من الأمور الضرورية. نعم.